أود في البداية أن نشير إلى أننا دركنا منذ بداية الأزمة أن هناك مؤامرة تحاك في الخفاء ضد الجزائر وشعبها، وكشفنا عن خيوطها في الوقت المناسب، ووضعنا استراتيجية محكمة تم تنفيذها على مراحل وفقا لما يخول له لنا الدستور وقوانين الجمهورية، إذ واجهنا هذه المؤامرة الخطيرة التي كانت تهدف إلى تدمير بلادنا. فقررت القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي من موقع مسؤوليتها التاريخية مواجهة العصابة وإفشال مخططاتها الدنية، وتعهدنا أمام الله والوطن وعلى مرافقة الشعب ومؤسسات الدولة لوفينا بالعهد وانتهجنا، ونحن نخاطب المواطنين المخلصين الأوفياء من أبناء هذا الوطن الغالي الخطاب الواضح، أي خطاب الصريح الذي علمتنا أياه الثورة التحريرية. فكل خطاباتنا تنبع من مبدأ الوطنية بمفهومها الشامل، ويسودها الثبات على السبق توجه الذي ما فتيت تحرص القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي على تبليغه كلما أتيحت الفرصة إلى الرأي العام الوطني على وجه التحديد. فألتف الشعب برمته حول جيشه ووقف معه وقفة رجل واحد يتبعه تظافر والتضامن والفهم المشترك لما يجري في البلاد. والحمد لله لقد حافظنا معا على مؤسسات الدولة وعلى سيرها الحسن، هذه المؤسسات التي تمكنت من تحقيق في ظرف وجيز نتائج معتبرة ساهمت في خلق جو من الثقة المتبادلة.